للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ومعايا في التقديم اليوم دكتورة ندى الملة. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم الله بالنور والسرور، وعسى يوم جميل عليكم إن شاء الله. من البداية بعطيكم على طول سؤال مسابقة. لحظة قبل السؤال خلينا نرحب ب مرحبنا بأصدقائنا مخرجنا عيسى سبيل، وفي التنسيق معانا ميرا الخفلي. أنتوا تعرفون ليش كل حلقة أنا ما أرحب فيكم؟ لأن الدش عرض. أنا دش على طول ما تعطيني فرصة أرحب فيكم. قولي سؤال يلا المسابقة. السؤال عشان الناس تفوز، دركسوا في السؤال. من أسباب الرائحة الكريهة في الفم، رقم واحد التنظيف الجدي للأسنان، رقم اثنين مشاكل اللثة والأسنان، أم رقم ثلاثة شرب الماء بكثرة. على 4006 مع أرقامكم الثلاثية، واللي حاب يتواصل ويانا عن طريق التليفون على 600-551-414 وموجودين لايف على أكاونت نور دبي في الإنستغرام فقط. ولا تطرشون على الإنستغرام أعزائي المستمعين، طرشونا على الأسماس أجوبتكم مع أسماءكم الثلاثية. إذن هذا هو سؤال المسابقة. الاسم الثلاثي ورقم الجواب. رقم الجواب أو الإجابة إذا حد يبغي يكتبها بعد زين. تفوزون بخمسمائة درهم. يا حلو. زين دكتورة خلينا السوشيال ميديا عندنا في رمضان ما شاء الله يعني شغالين، أحس الناس أكثر داشين على السوشيال ميديا في رمضان. صحيح محمود. فخلينا نشوف أسماء الجناح شو الجديد عندها. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور. هلا يا أسماء، شخبارك اليوم؟ الحمد لله، عال نشاطهم عالية الحمد لله، أهم شيء. يلا يا أسماء عطينا من ما في جعبتك. الأمس الصراحة كان الهيئة كانت وايد يعني عندها فعاليات كثيرة، وهي الفعاليات اليومية المستمرة منها نسعد ببركم، وهي فعالية حنسويها يوميا كبار السن الموجودين في مركز ملتقى الأسرة، أيون الناس يزورونها والمؤسسات والجهات يجونهم بشكل مستمر. أمس كان على الفطور معانا موظفين من مركز محمد بن راشد الفضاء، وكانوا يعني كان يوم فطور وايد مميز معاهم مع أبائنا وأمهاتنا في المركز. ممتاز. وبعد الفطور كان في زيارة من مكتب الدكتور عاشر بن بشر وموظفين مكتب دبي الذكية، وقضوا وياهم الأوقات أن نحن عندنا مثل محاضرات وهالأمور كلها، وكانوا مع أبانا وأمهاتنا لين آخر اليوم. جميل. غير هذا كان أمس في دورة نزل الشبه رياضية سباق الدراجات 75 كيلو، وفريقنا الطبي كان موجود هناك ومأمن المنطقة كاملة طبيا في حال إن صار شيء لا سمح الله، وهذي يكون موجودين يقدمون الدعم الطبي الكامل للمتسابقين وايضا للحضور. سبحان الله تحت تعبتي. صحيح. حتى ما يطلع برا العياده والمستشفيات موجوده عندهم. يعطيهم العافيه صراحه على جهودهم. هالفعاليات اللي كانت بعد المغرب. غير هذا ان نحن امس حصلنا على بعض الاشياء اللي نحن حطيناها، ان كنا نبارك لمركز دبي للعلاج الطبيعي واعاده التاهيل على اعتماد اللجنه الدوليه لاعتماد مرافق التاهيل كارف، وهي تعتبر من يعني الاعتمادات المهمة في إعادة التأهيل في مراكز فقط إعادة التأهيل. نكون في المنطقة نحن سالف
جهد. ممتاز ممتاز، نهنيهم بعد احنا، وهذا نتيجة جهودهم اكيد الجبارة يعني، ويعطيهم الف عافية. ونتيجة ان الموظفين يعني فعلا فخورين في الموظفين انهم يساهمون ان نحصل نحن هذه الاعتمادات المعتمدة العالمية والدولية. جميل. ونختم برسالة اليوم. احرص على ان تكون بصحة نفسية جيدة، فذلك ينعكس بشكل كبير على انتاجيتك. نتمنى لكم يوما سعيدا. شكرا لك. شكرا لك يا اسمه، شكرا. نهارك سعيد وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. آخر الحلقة أقول لك الرسالة اللي قالت لنا عليها أسماء، احرص أنك أنت تكون بصحة نفسية جيدة لإنتاجية أفضل. صح؟ صح، يعني شغلة سليمة 100%. أكيد محمود، أنت لو تأدي أي عمل تأديه إذا كان عندك نفسيتك خلينا نقول تعبانة أو أفكار سلبية، لن تستطيع القيام بتلك المهمة مثل لو كانت نفسيتك إيجابية. وإحنا دائما نقول التفكير الإيجابي يا جماعة، ترى التفكير الإيجابي يأثر على عمل وظائف الجسم كلها، في دراسات سووا عليها إنها تعطي طاقة إيجابية تحسن عمل وظائف الجسم. زين، على الطاقة الإيجابية وتحسين وظائف الجسم، في عندنا دراسة تقول طبعا دراسة أمريكية تقول أنهم توصلوا لمعلومات جديدة تساعد على محاربة أعراض الضمور العضلي الذي يصيب الإنسان في سن الشيخوخة. وخلال إحدى الندوات العلمية قال العلماء أن العديد من الدراسات تشير إلى سبب ضمور العضلات في سن الشيخوخة هو تلف الخلايا العصبية التي تتحكم بها. لكن هذه الدراسة بينت أن الفرضية هذه غير صحيحة، لأن مع تزايد العمر يزداد عدد الخلايا العضلية اللي تموت ولا تتجدد، ولتجديد هذه الخلايا نحن بحاجة للاعتماد على التقنيات اللي تستخدم فيها الخلايا الجذعية. طبعا أضافوا من خلال الدراسة أن الدراسات المخبرية الأخيرة اللي سووها على الفيران قاموا بنزع الخلايا الجذعية دون الإضرار بالخلايا العصبية الموجودة في أجسامها، ولاحظوا أن أجسام هذه الفيران يعني بدأت تشيخ وتضمر عضلاتها في أعمار مبكرة، ولما قاموا بحقن الخلايا الجذعية من أجساد الفيران مرة ثانية لاحظوا أنها بدأت تتعافى وتتخلص من أعراض الضمور العضلي. هذا دليل على أن الشيخوخة غير مرتبطة بتدهور حالة الخلايا العصبية، بل بتجدد الخلايا التي تموت في أجسادنا يوميا. طبعا وفقا لهذه النتائج تدل على أن العلم في المستقبل يجب أن يركز على استحداث أدوية وعقاقير تعتمد على الخلايا الجذعية لمحاربة الشيخوخة. ذكروا أن عدد من العلماء أكدوا منذ مدة أنهم توصلوا إلى دواء جديد يحارب الشيخوخة، وقالوا أن هذا الدواء قادر على تجديد الحمض النووي التالف وحتى حماية رواد الفضاء على سطح المريخ من الإشعاع الشمسي، الأمر الذي لفت انتباه وكالة ناسا الفضائية التي تسعى لحماية رواد الفضاء من آثار الإشعاعات الكونية خلال رحلاتهم المستقبلية المقررة إلى المريخ. بلا عمليات تجميل؟ هي خلايا جذعية وفقط. يعني تعرفون الناس مو فاهمة شو فكرة محمود الخلايا الجذعية. يقولك يعني كيف شو تسوي خلايا؟ هي عبارة عن خلايا مبدئية. يعني شو الخلايا المبدئية؟ تعرفون لما الطفل يتكون في رحم الأم الخلايا الأولية تتقسم وبعدين تنتج منها كافة خلايا الجسم والأعضاء، هذه اسمها خلايا جذعية أو stem cells، يعني الخلية المبدئية اللي ينتج منها تتكون منها كافة الأجزاء والعيون والأنف والأذن وكل شيء. فهالخلايا الناس قبل كان ما يعني ما انتبهوا ان هي ممكن تساعد في تجديد خلايا الجسم او في علاج بعض الامراض نفس السكر. الحين يقول لك خلايا جذعيه تساعد في علاج السكر، كيف؟ لان ممكن اني احفز الخلايا الجذعيه تنتج لي انسولين نفس البنكرياس. فان شاء الله اتوقع في المستقبل القريب محمود يكون كل شيء مبني على الخلايا الجذعيه، اللي هي نفس اللي نوصي فيها لما يخزنون الخلايا الجذعيه من حبل الحبل السري في المركز مال حفظ الحبل السري في دبي اللي موجود في مستشفى لطيفة. جميل. أصلاً الحين وايدين قاموا حتى يعني يتكلمون عن هذا الموضوع، موضوع الخلايا الجذعية في وأثرها في العلاج دكتورة. صحيح. فأعتقد هذه الثورة الطبية القادمة في مجال العلاج. إن شاء الله بيكون. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني الواحد بياخذ زمن وزمن غيره.
لا واحد ما ياخذ زمنه وزمن غيره، ولكن الانسان بطبعه يعني ما تشوف الافلام قبل كانت تقول يبغى يعيشون 100 سنه او 150 سنه، الانسان ما يبغى يموت، يبغى يستانس بالحياه ويعيش الحياه. جزيره في اليابان ما اتذكر اسمها والله، هاي الجزيره يعني يسمونها اليابانيين ان سكانها ما يموتون. كيف ما يموتون؟ لان اقل واحد عمره 100 بلس ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، ولين الحين يمارسون كل العادات اليومية، 8 ساعات يشتغلون في قطف الثمار. زين يقول لك من اللي ساعدهم على أنهم يعيشون هذه الفترة هو نظامهم الغذائي. المعدة بيت الداء فعلا محمود، أكيد أكلهم صحي، كل شيء طبيعي. ما ذكر اسمها والله. ما في مواد حافظة، وغير يمارسون ترى 8 ساعات قطف ثمار تعتبر رياضة، يعني هم يمارسون الرياضة كل يوم وأكلهم صحي، وما في عوادم سيارات، ما في كربون، يعني بيئة صحية تماما، عشان تي عاشوا الكتاب. جزيرة محمود السعادة. إن شاء الله يا رب. على طار الشيخوخة، ليش ما تخصصون حلقة عن محاربة الشيخوخة بالطرق الطبيعية؟ إن شاء الله الخلايا الجذعية تحقن في الوجه وتزيدها شبابا. أكسجين نقي بعد، صح؟ صحيح. زين عموما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنذكركم بسؤال حلقتنا، وبنخبركم بعد كذلك عن بعض الأمور المهمة، لأن من نستضيف معانا بعد الفاصل منو دكتورة؟ بيكون عندنا أستاذة سامية عثامنة أخصائية التغذية، ومعانا بيكون أستاذ سالم بالاحج. سالم بالاحج بناخذه بعد الفاصل، بعد الفاصل الثاني. أوكي يلا فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى مستمعينا الكرام، نحييكم. عادي عيسى تعود، يعني أنت متى يعني تخرج لنا الحلقة تعرف، يعني قبل الفاصل هي حلالها يا تضرب المايك يا تسوي شيء، ما تعرف. أنا ما عرفت أصحنا على الهواء، مشغولين نسولف نتجاذب أطراف الحديث في الفاصل. يا سلام يا سلام. عموما دكتورة اجذبي لنا السؤال، الله يخليك. نعيد السؤال. من أسباب الرائحة الكريهة في الفم، رقم واحد التنظيف الجدي للأسنان، أم رقم اثنين مشاكل اللثة والأسنان، أم رقم ثلاثة شرب الماء بكثرة؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية. انزين يا جماعة الخير اللي فازوا معانا كلهم إن شاء الله قريبا ما نتواصل معاكم على أساس تمرون الهيئة وتستلمون الجوائز اللي عبارة عن 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. أيضا شو سؤال اليوم قالت الدكتورة توه؟ طيب دكتورة نروح لموضوعنا اليوم الغذائي. انزين لكن التغذية اليوم بتكون عبارة عن إيش؟ عن الصيام ومرضى السرطان، عافانا الله وإياكم آمين يا رب. شو اللي المفروض يسوونه مرضى السرطان خلال رمضان؟ هل بإمكانهم الصوم أم لا؟ يعني العديد من الأسئلة في هذا المجال، وأيضا الواحد اللي عنده مريض سرطان حواليه كيف يتعامل معاه خاصة في شهر الصوم، وكيف نطور الثقافة عند المجتمع بكيفية التعامل مع مرضى السرطان. كل هذه الأسئلة مطرحة على ضيفتنا في الاستوديو معانا اليوم الأستاذة سامية عثامنة أخصائية التغذية بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير أستاذة سامية، نورت الاستوديو. صباح النور والسرور، صباحكم خير إن شاء الله وصحة وسعالة. الله يخليك. طبعا قبل ما نطلع الهواء أتناقش معاها، قلتي لي أنت أخصائية التغذية لقسم السرطان من 9 سنوات في مستشفى دبي. في مستشفى دبي من 9 سنوات بالضبط. يعني ما شاء الله عندها خبرة واسعة في التعامل مع مرضى السرطان. وكنت أسألها عن يعني الأسئلة اللي أكيد دور على باكم كلكم، شو نظام الغذاء لمريض السرطان، شو مفروض يأكل، شو مفروض ما يأكل، فندخل معاكم على الأسئلة معاها. طبعا أول سؤال الناس تسأله، مريض السرطان بما في شهر رمضان هل يقدر يصوم ولا ما يقدر يصوم؟ طبعا مريض السرطان وكغيره من المرضى يحرصون أشد الحرص، يكونون قريبين جدا من العبادات والطاعات، فما يحبون يفوتون الشهر الفضيل بدون صيام. عادة المريض قبل رمضان لازم يلجأ للعيادة، يسوي فحوصات محددة، يستشير الطبيب، وإذا صام رمضان السابق وما كان عنده أي مشاكل، كانت بنيته الجسمانية بما فيها الوزن، تحاليل الدم جيدة، ما عنده أي أعراض من العلاج اللي يأخذه، فما في أي ضرر من الصيام. يترتب على المريض إذا سمح لأنه يصوم عادة يجب أن
تفضلي دكتورة. يستشير أخصائية التغذية بالنسبة للنظام الغذائي اللي لازم يلتزم فيه خلال شهر رمضان. ننصح مرضى السرطان في خلال شهر رمضان بتناول تناول طعام صحي عالي بالسعرات الحرارية وعالي بالبروتين. نحن نعرف أن مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج أو الذين أنهوا مرحلة العلاج الكيميائي أو أي نوع من العلاج له عقبات عديدة على مضاعفات يعني بعد العلاج. مضاعفات على الجسم، فبالتالي نحن لازم نصلح ما قضى عليه المرض ونجهزهم أيضا إذا كانوا مستعدين أنهم يتناولوا العلاج أو يخضعوا للعلاج بعد رمضان. النظام الغذائي نسميه عالي السعرات الحرارية وعالي البروتين، يجب على مريض السرطان تزويد جسمه بمخزون كامل من السعرات الحرارية حتى ما يفقد أي نوع من الوزن أو الكتلة العضلية خلال شهر رمضان، والبروتين أيضا كذلك يجب أن يكون عالي بالبروتين. بالنسبة للمغذيات الأخرى ننصح مريض السرطان أيضا سواء كان صايم أو ما سمحت لظروفه أن تصوم بتناول مضادات الأكسدة. العديد منا يعرف عن أهمية مضادات الأكسدة في تطور الخلايا السليمة وحصر الخلايا السيئة أو الخلايا السرطانية. مضادات الأكسدة اللي يسأل وين مضادات الأكسدة ممكن أحصلها، موجودة بكثرة الحمد لله في طعامنا، موجودة في الخضار، موجودة في الفواكه، في الشاي الأخضر، في المكسرات تقدر نحصل عليها. فمريض السرطان الصائم ننصحها في بداية الوجبة أو في بداية وجبة الإفطار يكون الحصة الأكبر من مضادات الأكسدة وبالذات من السوائل أيضا، حتى تساعده في اليوم الثاني من ترطيب الجسد والقضاء على الأعراض اللي ممكن يسبب لها العلاج الكيميائي. طيب أستاذة سامية، في عنا يمكن سؤال ما له علاقة بموضوعنا اليوم لكن أدري عندك الإجابة. يقول الدكتور أبغي أعرف وزني مناسب مع طولي ولا أبغي مع طولي ولا لا، أبي أعرف هالشيء. وزني 50 وطولي 56، أعتقد مناسب ولا؟ عادة للرجال نحن نأخذ من الطول ننقص 100، أظن بنية ولا الحريم ننقص 105، فإذا الحرمة طولها 156 ننقص 105 فيكون 50، فهي من ضمن الوزن المناسب. مناسب طبعا. أنزل نرجع حق موضوع مرض السرطان. أنت ذكرتي دكتور أستاذة سامية أن الوجبات لازم تكون غنية غنية بالكالوريز والبروتين بالضبط، وقليلة شو المادة الغذائية لازم يبتعدون عنها تماما مرضى السرطان. بما عرفنا شو لازم يأخذونه شو المفروض يبتعدون عنه مرضى السرطان، ننصحهم دائما بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون بالذات الدهون المتحولة. يعني هناك نوعين من الدهون لازم نركز عليهم ونوعين من السكر أيضا لازم نركز عليهم. العديد من مرضى السرطان يسأل منعوني عن السكر، منعوني عن تناول السكر، منعوني عن تناول الدهون. لازم نفرق، نعم ممنوع من تناول الدهون والسكريات المتحولة، بمعنى السكريات والدهون اللي تعرض لدرجات حرارة عالية بالتالي فقدت قيمتها. يعني مثلا زيت الزيتون هو نوع من الدهون لكنه مفيد، في الأفوكادو هناك نوع من الدهون لكنه مفيد، لكن الدهون المتحولة اللي نقصدها هي الموجودة في الوجبات السريعة، في المواد المعلبة، في اللحوم الحمراء، اللحوم المصنعة. هذه اللحوم أو المواد يجب أن يمتنع عنها مريض السرطان. اللحوم المصنعة بس نقصد فيها المرتديل، السسج، النقانق، هذه الأشياء كلياتها فيها مواد محافظة وأيضا خضعت لدرجات حرارة عالية جدا أفقدت قيمتها الغذائية، بالعكس أصبحت مهدرجة، نسميها زيوت مهدرجة. بالتالي لما تدخل الجسم حتى الجسم لو كان سليم تؤدي إلى أعراض جانبية عديدة. أنا عندي سؤال الحين بالنسبة لهذه القائمة اللي تنصحون فيها مرضى السرطان بالابتعاد عنها، طيب حتى الشخص السليم ممكن يبتعد عنها؟ أكيد، لأن حتى الشخص السليم لو تناول هذه الأكلات بكثرة فهي أيضا تؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان. صحيح. هي بالنهاية هي مواد مسرطنة، نحن نسميها من أعلى المواد التي تسبب الإصابة بالسرطان، فحتى لو الشخص سليم إحنا الوقاية خير من العلاج. صحيح. زين، شو هي المشاكل الصحية اللي ممكن يتعرض لها مريض السرطان خلال هذا الشهر؟ مريض السرطان ممكن يتعرض للجفاف عادة، يعني هذه مهمة جدا بسبب قصر الساعات اللي يأكل فيها المريض أو يشرب فيها المريض، فهي من أهم الحاجات. ممكن يحصل عندهم إمساك أيضا بسبب قلة التركيز على المواد الغذائية الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه. ممكن يصير عندهم الغثيان أو اللوعة، وذلك بسبب تراكم أو تأثير العلاجات الكيميائية التي يخضع لها المريض. فمثل ما خبرناكم لازم مريض السرطان يلجأ لأخصائية التغذية قبل الشروع بالصيام حتى يعرف بالضبط برنامج الصيام اللي لازم يمشي عليه والوجبات اللي لازم يلتزم فيها خلال الشهر. أستاذة سامي، طبعا في رمضان احنا عندنا وجبات تقليدية
رمضانية تكون وجودك كل رمضان. كيف ممكن مريض السرطان يحور يعني ياكل وجبات اللي هو احنا مخاطره فيها الوجبات الشعبيه اللي ناكلها كل يوم في رمضان ولكن في نفس الوقت يحافظ على صحته وما تسوي له اي مضاعفات؟ احنا دائما ننصح بالشخص لما بده يلتزم نظام غذائي دائما نقول دائما ابداوا بالثلاجه، يعني الاشياء اللي بالثلاجه هي لازم تكون صحيه قبل ما اخطا لاي نظام، سواء انا شخص عادي ولا شخص وزني زائد ولا شخص سرطان. دائما خلي المكونات الغذائيه اللي تكون عندي هي مكونات صحيه. يعني استبدل الزبده مثلا بالزيوت النباتيه، استبدل السمنه مثلا ما استخدم السمنه، فبامكاني الحصول على الاكلات التقليديه بس بمكونات صحيه. يعني الاكله اللي بيكون فيها محتوى من الزبده استخدم فيها زيت نباتي، الاكلات اللي فيها مثلا سكريات اخف منها، الاشياء اللي فيها مقالي احاول ما اعرضها لدرجات حراره عاليه، فبالتالي المكونات نفسها انا ممكن العب فيها. اذا كان المنتج مثلا او الوجبه فيها حليب استخدم منتجات الحليب او الالبان القليله او الخفيفه الدسم. جميل. دكتور انا اخر سؤالين بيكون عندنا، هل صحيح ان السكر يساعد في تكوين الخلايا السرطانيه؟ هذا النقطه اللي ذكرتها بالاول، هناك نوعين من السكر، هناك سكر طبيعي وسكر متحول، وهناك نوعين من الدهون، دهون متحوله ودهون طبيعيه. ضروري جدا نوعي المرضى لانهم قاعدين يمتنعوا حتى عن تناول الفواكه ظنا منهم ان الفواكه تحتوي سكر وبالتالي ممكن انها تؤدي الى تفاقم المرض. الدهون اللي نقصد فيها او السكر اللي نقصد فيه هو السكريات المتحوله، يعني الدونات الكيك المعجنات اللي نحصلها في الجمعيه، وليس السكر الطبيعي المتواجد بالفواكه او المتواجد مثلا السكر اللي نضيفه للشاي السكر النباتي، ما منهم اي ضرر، السكر المتحول فقط. طيب على آخر سؤال، نصايح عامة تبون توجهونها لمرضى السرطان؟ مريض السرطان كغيره من المرضى أو كغيره من الأشخاص يجب التركيز على تناول وجبات غذائية صحية، بالذات نركز على شرب الماء وشرب السوائل. ترطيب الجسد هو أهم نقطة أنا بنصح فيها مرضى السرطان، لأنه صراحة من خلال تعاملنا مع المرضى هم يفتقدوا لهذه الناحية إنه من شرب السوائل. التركيز على الألياف بذلك بنتجنب مشكلة الإمساك، ومثل ما قلنا وجبات صغيرة ومتعددة، نبتعد عن الأطعمة اللي صعبة الهضم ممكن تسبب لهم عسر هضم في اليوم الثاني، مثل الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء وغيرها من الدهنيات. ممتاز، شكرا لك يا دكتورة سامية عثامنة أخصائية التغذية بمستشفى دبي في هيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك تواجدت معنا، وإن شاء الله رمضانكم كريم. شكرا لك، الله يخليك. إذن بعد الفاصل دكتورة منستضيف إن شاء الله معنا الأستاذ سالم اللاحج، بنتكلم على بعض الخدمات الإنسانية والمبادرات الاجتماعية لمرضى السرطان، لمرضى السرطان، لأن حلقتنا اليوم نحن نتكلم فيها عن موضوع السرطان بشكل خاص يعني. لكن خلينا نذكر بسؤال المسابقة. سؤالنا يقول من أسباب الرائحة الكريهة في الفم، رقم واحد التنظيف الجدي للأسنان، أم رقم اثنين مشاكل اللثة والأسنان، أم رقم ثلاثة شرب الماء بكثرة؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. تفضلي دكتورة. نحن نتكلم الحين عن فقرة جدا 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 مهمة. لا قبل الفقرة شو تبغين تقولين؟ شو تبغين تقولين حق عيسى؟ لا عيسى سلم عليه، أقول شوف فطوركم اليوم شو أخبارك إن شاء الله بخير، وأطمن على ميرا إذا كل شيء وأنت زين أوكي. شو سؤال الحلقة؟ سؤالنا يقول من أسباب الرائحة الكريهة في الفم، رقم واحد التنظيف الجدي للأسنان، أم رقم اثنين مشاكل اللثة والأسنان، أم رقم ثلاثة شرب الماء بكثرة؟ على 4006 مع أرقامكم الثلاثية تفوزون ب 500 درهم. طيب شو موضوعنا؟ قولي. تستمد هيئة الصحة بدبي مقومات العمل الخيري من قيم ديننا الإسلامي السمح الذي يحض على التعاون والعطاء والإيثار وإغاثة المحتاجين والمعوزين. كما أن العمل الإنساني والخيري يعد جزءا أصيلا من الرعاية المتكاملة التي توفرها هيئة للمتعاملين معها وأفراد المجتمع بشكل عام. نتكلم عن هاي مبادرات هيئة الصحة اللي أطلقتها، عندنا تقريبا 30 مبادرة إنسانية بنتكلم عنها مع مجمل وعن مجمل الأعمال الخيرية اللي تتبناها الهيئة في مقدمتها ما يتصل بمرضى السرطان.
بيكون معنا في الاستوديو ان شاء الله الاستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الانسانيه والمجتمعيه في هيئه الصحه بدبي. صبحك الله بالخير اخوي سالم، منورت الاستوديو. صباح الخير دكتوره. صباح الخير اخ محمود. صباح النور استاذ سالم. الحين يوم نحن نتكلم عن الخدمات الانسانيه 30 مبادره انسانيه، وخاصه انتم حطيتوا بعض المبادرات الخاصه بمرضى السرطان. انا قبل ان ندخل بشكل يعني عميق في موضوع السرطان، خلينا نتكلم عن حجم المساعدات المقدمة للمرضى المعسرين بشكل عام في هيئة الصحة. هو طبعا جزاكم الله خير على الاستضافة في رمضان. طبعا برامج رمضان السنة نحن في رمضان في يعني مكتب الخدمات الإنسانية أطلقنا مبادرات كثيرة، منها المير الرمضاني، منها إفطار الصائم اللي هم مستمرين لنهاية رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لمبادرات عام الخير اللي هي 30 مبادرة، وللعلم أن مبادرة اللي هي مبادرة البرامج الدوائية تعتبر هي من أحد برامج أو اللي اعتمدت من أحد برامج إمارة دبي العام الخير السنة. احنا حطينا لها يعني المبادرة حاطين لها تقريبا تغطية 3000 مريض في على مستوى الإمارة والإمارات يعني، وعلى مستوى تقريبا حاطين التارجت مالنا ان نوصل 250 مليون اللي هي التكلفة العلاجية ما شاء الله اللي بتكون مدعومة من خلال الشركاء ان شاء الله. ف يعني في عام الخير يعني العام الماضي احنا غطينا فوق ال 108 مليون درهم تقريبا كتكلفة علاجية لمرضى، اغلبها تقريبا برامج تغطية مرضى السرطان يعني. ممتاز استاذ سالم. طبعا هذا العمل الضخم اللي تقومون فيه يبغى له فريق عمل متكامل، وانتم عندكم فريق عمل تطوعي، شو دور هالفريق وشو اختصاصاته؟ هو طبعا مو فريق تطوعي، هو ما شاء الله كان عنده 2 موظفين، الحين كم عندك ما شاء الله؟ وايد. نحن الحمد لله لينا الحين 5 يعني. يكونون فريق اكثر من شخصين فريق يستوي. لا بس هم عندهم مثل ما قلتي في عندهم بعض اللجان التطوعيه اللي يدخلون معاها في هذه البرامج. هو طبعا احنا مكتب الخدمات الانسانيه ويعني تعاون الدائم مع شعبه الخدمه الاجتماعيه في هيئه الصحه، منها الرعايه الصحيه، منها المستشفيات، يعني هذه اللي هم الفرق اللي تنفذ لنا او هي صاحبه الافكار بعض الافكار اللي تنفذ في الميدان يعني، بالاضافه الى شركائنا الاستراتيجيين في يعني تقديم الخدمات هذه يعني. الحمد لله احنا موجوده عندنا عدد من البرامج الدوائيه اللي تغطي يعني اعداد كبيره من المرضى خلال يعني بدعم مباشر للمرضى يعني وبادويه مباشره لهم يعني. طيب ممتاز. المكتب اللي من غير بيبان هذا عنده في بعض الجهات اللي أنا دائما أسميه المكتب اللي من غير بيبان، لأنه وفعلا ما عندهم بيبان يعني أبواب مفتوحة. في جهات دائما تدعمكم لتحقيق هذه الأهداف، خلينا نتكلم عن الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في مجال المساعدات والخدمات الإنسانية. والشركاء الاستراتيجيين طبعا احنا الراعي او اللي نعتبر المتبننا من البدايه مكتب اللي هو الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري اللي هو من الداعمين الاساسيين للمكتب الاستراتيجي، هم شريك استراتيجي لنا يعني، غير طبعا الجمعيات الخيريه يعني اللي موجوده في الدوله، غير طبعا المتبرعين والاصحاب الايادي البيضاء اللي هم مشاركين دائما معنا من عدة سنوات يعني. ممتاز. هذه دائما هم الارتكاز لبرامجنا يعني اللي هي اللي ننفذها يعني، وفي مبادرات عامة موجودة يعني تنفذ خلال السنة مثل انقذ قلبا من البرامج اللي الحمد لله أدت نتائج جيدة، العيادة التطوعية في مستشفى لطيفة من العيادات اللي هي قدمت خدمات خلال المرحلة الماضية هذه، وهي من طبعاً من برامج أو مبادرات عام الخير يعني. ممتاز. يعني في الفترة الأخيرة احنا مع إمارات اليوم وهو كداعم قوي لنا أطلقنا مبادرة سميناها غير حياتهم، وهي تهتم أو لدعم مرضى السرطان يعني. أنا في يعني حبيت أشكر يعني الأخوان أو يعني رجال الأعمال اللي شاركوا في أول أسبوع إطلاقة للمبادرة، الحمد لله قدرنا نغطي حدود 3 ملايين درهم. حبيت أشكر الأخ عبد الرحيم الزرعوني
من رجال الأعمال اللي هم ساهموا في الحملة. وطبعا مؤسسة بنك دبي الإسلامي ممثلة في الأخ عبد الرزاق العبد الله يعني اللي تبرعوا تقريبا ب2 مليون ولا ما شاء الله مليون. فهي يعني شكل ما تقول بداية الحملة. خلال الحملة هاي وخلال البرنامج هذا احنا نتوقع نغطي تقريبا 7 برامج او 7 امراض كانسر مسجلة في مستشفى دبي، يعني تقريبا تغطية كاملة للمرضى المعسرين. نتوقع تقريبا المبلغ هذا يغطي تقريبا فوق 70 مريض يعني كبرنامج دوائي متكامل يعني ان شاء الله. كيف تختارون الحالات اللي انتم تساهمون في دعمهم استاذ سالم؟ او كيف ان الواحد ممكن اللي يسمعني يمكن عنده حاله انسانيه او يبغي يعني يدخل في ضمن هذا النظام، كيف تختارونهم وكيف ممكن يدخلون في الحالات المرضيه؟ طبعا اخوي محمود نحن يعني عندنا الشروط. شو هي الشروط؟ طبعا هم يعني يعتمدنا حسب شروط اللي هي موجوده في في الشؤون الإسلامية أو في الجمعيات الخيرية، أن يكون من مقيم دولة الإمارات، المريض يراجع أو يتابع في هيئة الصحة يعني مسجل كمريض في هيئة الصحة. طبعا البرامج الدوائية نقيم المريض على أنه هو مريض معسر لا يستطيع تغطية. يعني هذه الأساسيات اللي نطلبها منه، وسهولة دخول البرامج هذه. طبعا احنا عندنا برامج اللي هي نحن نسميها رحلة المريض، تبدا من الطبيب بعد ما يشخص المريض. يعني طبعا شكل ما نقول احنا برنامج الصدمة اللي يطلع في التلفزيون الحين، فالمريض ينصدم بالمرض في البداية، عقب ينصدم ب تكلفة العلاج. صحيح يعني. صحيح. دكتورة باقي 5 دقائق على استلام الرسائل بالنسبة للسؤال. نذكر بالسؤال، نذكركم بالسؤال: من أسباب الرائحة الكريهة في الفم، رقم 1 التنظيف الجدي للأسنان، أم رقم 2 مشاكل اللثة والأسنان، أم رقم 3 شرب الماء بكثرة؟ على 4006 مع رقمكم مع أسماءكم الثلاثية بنسحب عقب 5 دقائق. كان زين والله عندهم أرقام ثلاثية. إي والله أرقام ثلاثية. إنزين سار بس بريكتي سريع ناخذ الرسائل. اللي يقول السلام عليكم، نصيحة مجرب للإخوان والأخوات، ابتعدوا عن أكل وجبات سريعة في الليل لأنها تسبب الحرقة والعطش خاصة في الصباح الباكر وتتعبكم وقت صيامكم. ودمتم أخوكم عبد الله. وليش تأكلوا وجبات سريعة يا جماعة؟ هو ينصح الحين قال مجرب جرب مرة ثانية. أنا أقول اللي يأكلون وجبات سريعة هدي أعصابك دكتور. واحد أحيانا يبغي يلحق يأكل أي شيء قبل الأذان. وجبة سريعة محمود، أكلوا موزة. تعرفون الموزة كثر فيه فوائد ويحمي من العطش. بطلوا علبة فول يا جماعة وخبزة وخلاص، والله أحسن أكل السحور. أنزل يقول عندي الولد يعاني من إكزيما حادة في خده ومنطقة الرقبة لدرجة أن خده يظهر منه دم وعمره 5 أشهر، انعتوني على حل أو مركز طبي متخصص أو عيادة. ما يحتاج مركز طبي أخوي، الحال عند طفلك جدا جدا شائعة. إذا أنت من دبي تعال عندنا العيادة نوصفك مراهم. الإكزيما يا جماعة علاجها في الاستمرارية. الناس تواظب على الكريمات أسبوع أسبوعين تملل وتقول خلاص ما في علاج. خذي رقم الدكتورة الله يخليك، وحاول تتواصل بعد رقم مميز بعد تواصلي معه. رقم ثلاثي ورباعي. إنزين أستاذ سالم، في رمضان عندكم وايد مبادرات مثل ما ذكرت، لكن عقب رمضان شو هي توجهاتكم خلال الشهور الجاية يعني اللي باقي من السنة؟ طبعا احنا في عام الخير الحين اطلقنا بداية رمضان طلعنا اللي هو سند الخير. وسند الخير برنامج يعني من ضمن مبادرات عام الخير. سند الخير يختص أو يعني تنفيذه بيكون من خلال شعبة الخدمة الاجتماعية بالرعاية الصحية. هم كان اختارينا احنا المسنين وأصحاب الهمم كفئتين بتكون في خدمات متنوعة لهم، منها من ضمنها بيكون خدمة اللي هو بيكون في يوم زايد للعمل الإنساني، بيكون توفير بعض الأجهزة يعني الطبية. يوم زايد في رمضان أظن تاريخ 19 يوم الخميس. من ضمن مبادرات الهيئة تقريبا اللي هو دعم أصحاب الهمم وكبار السن يعني بالتنسيق مع بعض الشركاء الخارجيين وتنفيذ الأخوة والأخوات في شعبة الخدمة الاجتماعية إن شاء الله. إنزين
بالنسبة للأشخاص، نحن نتكلم عن الأشخاص اللي ممكن يستفيدون من هذه البرامج، كيف ممكن يقدمون لنا عليها؟ ما أدري، نحن تكلمنا بس مرضى السرطان، برنامج مرضى السرطان ولا بشكل عام؟ بشكل عام نحن الحالات المرضية كلها تقريبا نحن شكل ما قلنا رحلة المريض عن طريق الطبيب الأخصائي الاجتماعي، دراسة الحالة المتكاملة وبعدين تتحول الحالة عنا. احنا طبعا ممكن ناخذ الإجراءات في خلال ما يتحول عندنا الطلب، ياخذ الإجراءات يعني خلال او يعني في الاسبوع كل الحالات تكون اخذنا فيها قرار يعني. زين، لكن واحده مثل الدكتوره ندى عندها ملايين الدنيا وتبغي تتبرع لحالات معينه، كيف ممكن تتبرع؟ انا ومحمود قلنا نتبرع مليون، تتذكر ذاك اليوم نتبرع مليون انا ومحمود، وحتى التبرع بدرهم بعتره له اجر يعني. صح. اذا كيف ممكن نتبرع اساسا؟ طبعا احنا مكتب الخدمات الانسانيه حسب القرار يختص بجميع التبرعات لتصب في الهيئة، يعني إن كانت لدعم المرضى أو إن كانت لدعم مشاريع في الهيئة، فمكتب الخدمات الإنسانية حسب هذا يختص بها إن شاء الله. طبعا ممكن التواصل ويانا مباشرة مكتب الخدمات الإنسانية ونعطي رقم الحساب ويقدر يتبرع. في أرقام معينة اللي هو طبعا 04219-7474 أو 219-7406. إذن اللي يبغي يتواصل مع مكتب الخدمات الإنسانية سواء بالتبرع أو إذا عنده بعض الحالات الإنسانية اللي يبغي لها علاج على 04219-7474 أو 219-7406. بنسحب الحين على اسم الفائز. إنزين، نوقف استقبال وراح نسحب على اسم الفائز إن شاء الله. إن شاء الله. زين استاذ سالم، يعني ليه ما نختار اسم الفائز؟ خبرنا بس بشكل عام، يمكن في بعض الاشياء او بعض المبادرات احنا ما تطرقنا لها تبغي تذكرها. مبادره جميله احنا ما غطيناها، حاب تضيفها؟ سند الخير، احنا لان سند الخير بيكون برنامج يعني حافل، يعني ما دام هو يختص بذوي الهمم او اصحاب الهمم وكبار السن، ففي من ضمنه يعني برنامج يعني قلنا يوم زايد الإنساني، في مبادرة السعادة للمسنين بيكون فيها تصميم شجرة اللي هي ملتقى الأسرة، بيكون يعني من خلال التعاون ويا بعض طلبة كلية التغنية اللي هم أو جامعة زايد اللي هم في مجال الفن التشكيلي وهذا، وتلوين غرفة عدد من المرضى المسنين يعني بالتعاون مع الفنانين هذيلا، وتلوين مطعم اللي هو المستشفى أو الاستراحة الشواب أو ملتقى الأسرة بالتعاون مع الجماعة هذه النامسة. شو تلوين غرف المسلمين؟ تلوين يعني يلونون الجدران يعني؟ بتكون تلوينها يعني بيكونهم شكل ما تكون اللي هم كبار السن طبعا يحبون أن يكون المنظر تراثي وهذا، فبنحاول نحن نعيشهم في التراث يعني بيكون بطريقة يعني تلوين الجدران وهذه بالألوان هذه. هو بيفيد الطرفين، الطالب اللي راح يلون أو راح يرسم فيبرز موهبته، زاد كبير السن راح يستانس. أكيد متطوعين مشاركين في الفكرة يعني. حتى الترابط هذا ما بينهم وما بين كبار السن يعني فكرة جميلة، أنك أنت تخليهم يعيشون هذه صحيح هذه الأجواء مع بعض. عموما نادر أحمد عثمان فاز معانا اليوم ب 500 درهم، ألف مبروك لنادر أحمد عثمان. نادر بيتصلون فيك وكل اللي فازوا، وإن شاء الله بتسلمون جوائزكم قريبا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بس تري دكتورة ندى تصرف لنا الشيك وإن شاء الله فاركم طيب. عندي أنا كل الشيكات، أنا بوقع على كل الشيكات بعد اللي ذا اليوم سيب أوقع على الشيكات إن شاء الله تعالى. أستاذ سالم الله أجل حشاكرين لك تواجدك معانا وكل ما خيرة تبغي تقولها. جزاكم الله خير إن شاء الله، ونتمنى يعني نكون من المقبولين في شهر رمضان إن شاء الله. آمين. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية في هيئة الصحة في دبي. دكتورة قبل نختم خلينا ناخذ النصيحة الرمضانية اللي تبغين تقولينها حق المستمعين. نصيحة رمضانية صغيرة، طبعا أهم نصيحة رمضانية أنا أحب أنصح فيها الناس كلها اللي هي محمود شرب الماي. إحنا يعني أنا أحس الشخص يواظب على شرب الماي في رمضان يعفيه من كافة المشاكل إحنا نتكلم عنها
طول شهر رمضان. وهي نصيحة صغيرة، إذا الناس إذا تحس عمرك ما تقدر تشرب كميات كبيرة من الماء، يا جماعة حاول ندخل الفواكه والخضار والأكلات الغنية بالسوائل في أكلنا خلال شهر رمضان. مشكلة في رمضان أكلنا معظمها ناشف، يعني مقالي هريس، ما في كمية سوائل كافية. فاحرصوا على الشوربة كل يوم، صحن الخضار وصحن السلطة كل يوم، ولكن الفواكه ضروري جدا ناخذها ساعتين بعد الفطور عشان ما يجينا سوء هضم. والشوربة شيء أساسي لتدفئة المعدة ونخليها تستعد لما هو آتٍ بعد ما تقوموا تصلون المغرب. فحرصوا على شرب الماء لتفادي الجفاف، نزول الضغط، الدوخة، الإجهاد، العصبية، كل هذه لها علاقة بنقص شرب الماء والجفاف. نقول روز تبغي تشيك فهلش طيب يا روز، بس تشيك على بياض بعد وتكتبي الرقم. ايه انت بطاقتك بتعطينها اختك؟ ايه بطاقتي بعطي تشيك عادي، حسابها بيكون في رصيد اصلا. عيسى سبيل مشكلة كاتبين عيسى ليش ما تفوزهم يا عيسى، زعلانين يبغون يفوزون. يقول من سنتين يبغى يفوز، هذا كمبيوتر يختار ما بعلى كيف كمبيوتر. انزين دكتور احنا شاكرين لك تواجدت معنا. شكرا لكم. انزين وان شاء الله يعني دائما صايمه. ان شاء الله ان شاء الله تعال. ان شاء الله. شو احساسك وانت صايمه؟ والله محمود تعرف ان كان قبل نقرا دراسات تقول ان الصيام يساعد الشخص على التفكير السليم، كنا نقول يعني ما أعرف ما كنت متأكدين من الدراسة، بس الحين طبقناها فعلا أحس أني وأنا صايمة أفكر أفضل من بعد الفطور. فعلا صيام فعلا يساعد على صفاء التفكير. متأكدة؟ هي والله متأكدة. شكرا لك دكتورة. شكرا للزملاء في الاستوديو معانا، كانت ميرا الإغفلي في التنسيق، شاكرين لك عيسى سبيل في الإخراج، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع اللي إن شاء الله يعني بتعيبكم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.